موح درنا العلاقة كنمشي عندو للدار المذكور علاف الشكاية العنوان اللي حدايا السيد شهر 3 حملت ملي شربت اللبن بين ال11 وال11 ونص تحسكت في البلاصة دزت بالدم السيد راه عارف هاد الشي رشيدة مسكوت قصتي مع هاد السيد غنعاودها من الأول أنا مرة مطلقة طلقت في 2016 هادي جوج وليدات من راجلي الاول طلقت هاز راسي ما عندي لا صاير لا والو ولكن عارفين السيد فيما كان نفذ عليه صار كيمشي للمحكمه كيمشي للحبس المهم هادشي اللي عندي كنخدم في الروض حرفتي هي الروض التعليم اولي روض كنخدم لا مويان لا غون سيكسيون ملي جات كوفيد سدوا علينا راك عارفين كاع الرياض سدوا طريت باش نعجن خبيز يعني اي ام مؤهله باش تعجن خبيز وتبيعو بعت خبيز في الخياري في 2020 شهر واحد او 2019 شهر 12 الاخر ديال العام موسم الدراسي ديال 2019 كنبيع خبيز هاد السيد اول ما شافني شرى من عندنا الخبز هو الوحيد اللي شرى من عندي الخبز كيحاول يخلي لي الصرف وكيتعامل معنا بلاطاف انا والدري الصغير حيت ديما ولدي كيكون رفيقي في اي بلاصه ما كنقدرش نخرج قبل الفرجر نبيع الخبز كنخرج معايا الدري هاد السيد نهار 3 ايام قال لي حيدي الخبز ما يصلحش لك جيبي السي في ديالك باش نخدمك راني في الجرف وافقت يعني اي مره محتاجه خدمه ملي عطيتو السي في انا جلست ما بقيتش كنبيع الخبز ملي عطيتو السي في نهار مهم بين السي في وبين غيعيط ليا ما عيطت شي شركه عيط ليا هو شخصيا بين السي في وبين يعيط ليا اكتشفت ان ساكن حدايا في نفس السيكتور يعني جاري هاد السيد فيما كيتلاقى معايا والدري كيعطينا فلوس كيعطينا باش نتقداو او كيتقدى لينا انا فهمت ربما مساعده منه هادشي اللي فهمت السيد نهار اللي عيط ليا اقترح عليا قال لي راه عجبتيني وبغيتك قلت انا كون عندي مع البسالين انا معصبه شويه كنفعل ما كنبغيش بحال هاد الهضره قلت يكون باغا البسالة وهذا الشيء ما نبيعش انا خبز ما تشوفنيش خدامه قال لي لا حاشا راني باغي قلت ويك انت ما كتعرف اي حاجه قال لي لا باينه ما عندك حتى حد باينه ما عندكش راجل مادام واقفه كتبيع خبز قال لي راه بغيتك جوج قلت لي واش انت مجوج ولا لا قال لي لا راه عندي بنيه كتعيش مع والديه في الدار البيضاء وانا مطلق امها مجوجه براجل اخر والده وليدات اخرين درجه راه ما كتشوفش بنتها بزاف هذا الشيء اللي عشنا عليه وافقت قال لي نوجدوا رائقاتنا ونتزوجوا انت عايشه بوحدك وانا عايش بوحدي اللهم نتزوجوا قال لي عندي كونطرا ديال 5 سنين هنا في الجديده المهم انا وافقت اي مره في دوره في انا غتوافق تستر راسها هذا الشيء اللي درنا العلاقه كنمشي عندو للدار المذكور علاف الشكايه العنوان اللي حدايا السيد شهر 3 حملت هادشي اللي كاين ملي حملت اللي كنوجد في ورقيه اصلا باش نتكاتبوا كانت وافيه ليا لاكارت السيد مشى لاكادير شهر 4 ليله رمضان كان في اكادير في ولايه تيمه مشى على حساب الخدمه صيفط لي تحليله المهم راه ذكرت هادشي في تصريح في اقوالي على البوليس صيفط لي تحليله في لابوراتوار من لابوراتوار الجرف من عند الدريه لانني انا عندي تليفون عادي ديما ما عنديش واتساب وداكشي صيفط ليه من السيده اللي خدامه بلا ما نذكر سميتها في لابوراتوار ديال الجرف صيفط ليه في واتساب عرفني حامله قال لك ماشي مشكل تهلاي في راسك صيفط ليا فلوس وافاك شرا هادشي كله دليتي بيه عند في اقوالي عند البوليس كادله كوثائق المهم السيد جا في شهر 6 انا كنوجد كما كتعرفوا اي مره غتزوج كتوجد حليوه كتوجد حويجات المهم هو كيصيفط ليا الفلوس باش نستعد باش نوجد راسي على اساس راه غنتحولوا حيت هو ساكن دار الزوافريه حدايا في العنوان مذكور اهلا في الشكايه المهم السيد ملي جا في شهر 6 الاخر ديال 6 ما مشاش لدارو ما مشاش لدارهم في الدار البيضاء اللي كيقول عنده بنته تما جا هنا ديريكت شهر الاول ديال شهر 7 كما حطيت في اقوالي تبحرنا كان الصيف داني انا وولدي مستعدين باش نتكاتبوا كل شيء مزيان ما شفتش من السيد شي حاجه خايبه بصراحه المهم السيد ملي
شهر 7 الويكند ديالو الاسبوع الثاني من شهر 7 كتعدو في الدار. هذيك الليله جاعدو المهم تعشينا هو اللي كيطيب عشان ما كيجيبش ماكله من الزنق على اساس راه حنا اسره. طيب عشاء عاده انا كنشرب كيجيب لي اللبن على قبل الطونسيون هادشي اللي كيجيب لي او كناخذ الشوكولاط عاده مريضه. السيد جا عندو واحد السيد من الخدمه ما نقدرش نذكر سميتو جا عندو من الخدمه انا تعجبت قلت ليه كيفاش تقول ما كيجيوش هذيك ديال الخدمه هذا اش بغا قال لي راه عجب ليا شي بادجيت راه غادي مسافر. هاد السيد هو نفسه اللي غيتفاصل معايا على هاد المشكل معايا راه دفعت التسجيل ديالو للبوليس في الولايه. المهم ملي شربت اللبن بين 11 وال 11 ونص تحسكت في البلاصه يعني دزت بالدم. السيد راه عارف هذا الشيء حبسني ما خلانيش نخرج ما خلانيش نمشي للسبيطار قال لك صافي راه اش بغينا حنا غنتزوجوا غنتزوجوا ما صبري. المهم حبسني يومين دليت باقوالي عند البوليس حبسني يومين ومن اللي خرجت قال لي على اساس بدلي حوايجك راه غنديك السبيطار بلوكاني هرب ما شفتش حسو ولكن اكتشفت انه كان باقي باقي ساكن حدايا واخا هو بين انه مابقى ساكن عرفته ساكن حدايا. كان تلاقى معايا شنو قال لي في الزنقه كيهرب ليا من اللي حولوا لي حوايجو في شهر 9 نهار 26 او 27 بالضبط ما عقلتش اللي حولوا لي حوايجو جراي فيا حتى هما دليت باقوالي عند البوليس بماتريكيلات ديال الطوموبيلات ديالهم حتى هما جراي فيا معاه في نفس الشركه دليت بهذا الشيء. ما عرفتش هذا السيد كان باغيني الزواج ما عرفتش علاش دار هذا الشيء. انا اكتشفت ربما حنت مجوج في الاخر ديال شهر 8 اتصل المحامي ديالي بلا ما نذكر سميتو اتصل بالشيف ديال الشركه ديالهم الكبير والسيد دوا معانا وبغى يداويني وبغى يتفاصل معايا وبغى يتشجي بغيت ندوز في القضاء بغيت ندوز انا وياه باش اي مرة تولي تدافع على راسها ما بقاوش محقورين. المهم انا بين شهر 7 و 8 راك كتعرفوا حالة المرأة عاد ميت لها بنان في كرشها كي غتكون ما جايش يقبل راه مجوج فهمتي. انا على اساس باغيني باغي يبقى معايا جاي راه مطلق بحالي بحاله ملي عرف راسو راه غيحصل ومجوج حاول يتخلص منه. مشكلة انا دالي محاولة القتل يعني راه انا كان ممكن نموت راكم كتعرفوا حالة المرأة وعدي 40 عام يعني ماشي صغيرة يعني كان ممكن نموت في هذيك الحالة. السيد عاونوه راهم عارفين راسهم اللي عاونوه هو كيسحبني ما نمشيش للمخزن عندي وثائق عندي حق خاصني نمشي للمخزن وتا ولاد بلادي ولاد جديدة رجاله وقفوا معايا معنويا ما نكذبش عليك بحال خوتي ما يبغيوش الدل اللي طاح على بنت بلادهم. المهم سي ملي مشيت للعداله نهار 13 9 لحت الشكايه نهار حتى 11 عاد دزنا عاد دز على البوليس في الدائره اللي تابعه على انا على حساب السيكتور ديالي انا وياه. دزنا نهار 11 نهار 11 ما تعرفش ما تعرف حتى حاجه طلعونا البي جي بجوج من 11 24 11 اعترف اعترف وجاب مارتو ما عرفتش بصراحه شكون اللي جاب مارتو واش هو ولا البوليس. ملي جاب مارتو ما كاينه حتى حاجه فين ما كنمشي كيقولوا لي صبري سيري مسكت ترتاحي راه حنا غندوزوكم عند الوكيل باش تاخدي حقك منه. ما عمرني دزت على الوكيل. الروتور كان نهار 24 نهار 24 11 كان الروتور الروتور تما ما شفت فيه انا الوكيل. المحامي دار التذكير دار التذكير النهار 13/1 ثاني شحال من شهر 13/1 دار التذكير كنتسناو شي حاجه ما كاينه حتى حاجه فين ما كنمشي للبوليس على اساس راكم عارفين المراه ميت لها بنادم باقي عندها الميكروب في كرشه كي غتكون حالتها ما يمكنش بقى غادي جايه الطونسيون كيطيح ليا في الزنقه هذه هي حالتي هذا الشيء اللي كاين. مطلب اخر ان القضاء ياخذ لي حقي لانني مراه مراه ديما ضعيفه وهذا السيد ما عرفش علاش دار فيا الحاله كان باغي الجواج شويه ولا كيتفلى. المهم سمحوا لي وهذا الشيء اللي عندي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.